السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة فورماسيون اي امبلوا فوتر شين دو ريوسيت. في الحلقة ديال اليوم غادي نكملوا في سلسلة الحلقات المخصصة للبحث عن العمل، وبالضبط الحلقات اللي خصصناها لو بيلون دي كومبيتونس. اذا في الحلقات السابقة شرحنا أهمية حصيلة المهارات وكيفاش أننا ممكن نعملوها بنفسنا إذا تتبعنا واحد الأربع مراحل. قلنا أن المرحلة الأولى هي معرفة الحصيلة ديالنا، يعني معرفة شنو هما المهارات ديالنا، شنو هما المزايا الشخصية، وكذلك معرفة نقاط الضعف ديالنا. المرحلة الثانية قلنا أننا كنحاولوا نعرفوا السوق شنو كيطلب، يعني سوق العمل شنو هي المتطلبات ديالو، باش نعرف ونفهم ونحلل هذاك السوق ونعرف شنو ممكن نقدم ليه أنا كخدمات. فهذه المرحلة الثالثة غادي تكون هي مرحلة المقاربة، يعني شنو كندير فيها؟ كناخد هذاك الشيء اللي جمعته في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وكنقارنهم مع بعضياتهم. أنا من ناحية عندي لي كومبيتونس ديالي، المهارات ديالي، من ناحية أخرى كاينين لي زاسبيراسيون، يعني الأشياء اللي كنتمنى أنني نوصل ليها، ومن ناحية ثالثة عندي بيان سور السوق أو الواقع أشنو كيفرض. سوق العمل عنده واقع آخر مختلف تماما على الأحلام ديالي. إذا في هاد المرحلة كنديرو واحد ان بوتيت اكزرسيس، كنشدو نديرو ثلاثة ديال الدوائر. دائرة كنديرو فيها المعارف ديالنا، هي الدائرة اللي مرسومة قدامكم بالأخضر، كندير فيها سكو جو سي مي كونيسونس، يعني كندير فيها شنو هي المزايا ديالي، شنو هي المهارات ديالي، شنو هما نقاط القوة ديالي، كاع هداكشي اللي كنعرف فيه، لا فورماسيون ديالي، ليكسبيريونس ديالي، شنو كنعرف ندير اكسيتيرا. هادشي كنديرو في دائرة المعارف. الدائرة الحمراء كندير الأشياء اللي كتحفزني، كندير سكو جو فو، الأشياء اللي أنا باغي نديرها، لا موتيفاسيون ديالي. كنحط شنو هي مثلا المهن اللي باغي نوصل ليها، شنو الاشياء اللي باغي نوصل ليها في السلم مثلا المهني ديالي اكسيتيرا. وفي الدائره الزرقاء كندير حقيقه السوق، يعني كنشوف هذوك سوق العمل اشنو مطلوب فيه، شنو المهن اللي كاينه وشنو المتطلبات ديال هذوك المهن اللي كاينه. من بعد كنبدا ندير اول مقاربه، هي كنشوف هذوك المعارف ديالي بالنسبه لسوق العمل فين كتلاقى مع سوق العمل. يعني كنحاول نلقى شي مهن موجوده في سوق العمل اللي كتطلب دي كومبيتونس اللي عندي انا. هذيك كتكون هي البدايه ديالي في ميدان العمل. يعني كنقارن، غنقلب مثلا على انواع من العمل. مثلا انا تخرجت من ايكول دو كوميرس، انا الهدف ديالي انني نوصل للبوست ديال ديريكتور ماركتينغ. داكوغ، هذا سي اون موتيفاسيون، هذه رغبه ديالي انني نكون ديريكتور ماركتينغ. داكوغ، ولكن واش ممكن انايا بهذوك لي كومبيتونس اللي عندي وبهذاك الدبلوم اللي عندي نوصل لهذاك العمل اللي انا كنحلم به دابا، ولا ممكن نشوف طريق اللي هي حقيقيه اللي تكون واقعيه اكثر؟ اذا الواقع كيقول لي لا، ديريكتور ماركتينغ خاصو ليكسبيريونس، خاصو يعني الانسان خاصو واحد الوقت عاد يقدر يوصل لهذاك لو بوست. اذا غادي نشوف انايا شنو هي المعارف ديالي. انا عندي لا فورماسيون مزيانه، عندي لي كومبيتونس، كنعرف نبيع، كنعرف نكومونيكي اكسيتيرا، هاد لي كومبيتونس عندي. ولكن هاد لي كومبيتونس اللي عندي مع واقع السوق في هاد الميدان، يلا كتفتح ليا الباب ديال اسيستون ماركتينغ، يعني يلا نقدر بيها نكون خدام في واحد الاداره فيها الماركتين ولا فيها الكوميرسيال، ونبدا كوم اسيستون. دونك ما خاصنيش نرفض هذا العمل، ما نكونش في الاول راه غير انا خديت ان ديبلوم ديال اون غراند ايكول انني غنبدا من الاول ديريكتور ماركتين، سا نا با دو سونس، ما عندهاش معنى. اذا خاصني نفكر انني نبدا في واحد المهنه اللي تكون غتكون المده ديالها محدده، ولكن غتمكنني انني نوصل في الاخير لهذاك الهدف الاكبر ديالي. اذا في التقاء الدائرة الخضراء مع الدائرة الزرقاء هو البداية، يعني التقاء سوق العمل شنو كيطلب مع المعارف ديالي الحالية، هو هذا الالتقاء ديالهم هو البلاصة اللي ممكن نبدا منها. اذا هنا غادي نشوف انا مثلا نقدر نبداكم اجون كوميرسيال، ولا نقدر نبداكم اسيستون ماركتين اكسيتيرا. دونك هذاك الشيء عندي لي كومبيتونس ديالي نقدر نبدا فيه. بديت في هذا العمل، هذا
هذا ما كيمنعش انني كيف ما قلت انني نوصل للهدف الاساسي ديالي. الهدف الاساسي ديالي هي انني قلت باغي نولي ديريكتور ماركتينغ، ها انا بادي في اسيستون ماركتينغ من ناحيه هذيك الاكسبيريونس اللي كنجمع فيها غادي تساعدني في داك الشيء اللي باغي نوصل ليه. من ناحيه اخرى انا لاحظت ان ديريكتور ماركتينغ ما كيطلبوش غير مثلا هذاك لو ديبلوم باك بلس 4 ديال ليكول دو كوميرس، لا كيطلبوا مثلا انه يكون عندي ان ماستر، على الاقل عندي واحد ماستر في الماركتينغ او لا عندي دكتوراه ولا عندي شي حاجه. دونك باش نوصل لهذاك الهدف ونلاقيه مع لو مارشي نقدر نكون محتاج ل سكون ابل دي اكسيون دو فورماسيون، يعني محتاج انني نقوم بتكوين تكميلي اللي نقدر به يولي هذاك لو بروفيل ديالي كيناسب هذاك الهدف الاساسي ديالي اللي مطلوب في سوق العمل. اذا في المثال ديالنا هذاك الانسان اسيستون ماركتينغ وعنده غير باك بلس 3 ولا باك بلس 4، ولاحظ انه لا لي ديريكتور ماركتينغ في السوق مطلوب على الاقل يكون عندهم باك بلس 5. دونك انايا غادي نبدا اسيستون ماركتينغ وغادي ندير دي كور دو سوار اللي غادي باش ناخد بيهم لو ماستر ديالي في الماركتينغ اللي غيساعدوني انه يوليو لي كومبيتونس ديالي جداد كي اللي انا كنتمنى نوصل بيهم لواحد لو بوست كيناسبوا سوق الشغل. الالتقاء ديال الدائره الخضراء مع الحمراء هي الاشياء اللي كنعرف مع الاشياء اللي كنبغي. هذاك الى ما كانوش كيلتقيو مع سوق العمل ما عندهم حتى فائده. يعني مثلا واخا يكون عندي ديبلوم اكسترا اوردينير شي حاجه ولكن ما عنديش شي حاجه اللي مطلوبه في السوق راه ما عنديش ما ندير بها، لان السوق هو اللي كيشغلني. واحد جايب ان دكتور او دكتوره في النيوكليير للمغرب راه ما عنده ما يدير بها، النيوكليير ما مطلوبش في المغرب. دونك هذاك الاهداف ديالي الاحلام ديالي ولي كومبيتونس ديالي واخا ما كي واخا مزيانين وزوينين وكلشي ولكن ما كيناسبوش سوق العمل الحقيقي. اذا هذه سي اون زون سون اوبورتونيتي، يعني ما عندها امل على الاقل في هذاك المكان اللي انا فيه. اذا احنا الغرض الاساسي ديالنا هي اننا نوصل لواحد المرحله من بعد هذيك لاكسيون دو فورماسيون اللي درتي التكوين غادي توصل للمرحله اللي غيتلاقى فيها الاشياء اللي كتعرف مع الاشياء اللي كتبغي مع الاشياء اللي كتقدر ديرها. يعني في المثال ديالنا واحد من بعد ما دارت هذيك لا بيرسون لو ماستر ديالها غادي تولي كتعرف عندها لي كومبيتونس انها تولي ديريكتور ماركتينغ وعندها ليكسبيريونس نيسيسير، عندها دونك لي كونيسونس، عندها لا موتيفاسيون هذاك الشيء اللي باغيه توصل ليه وهو هذاك لو بوست، وهذا الشيء كيناسب كله كيناسب شي حاجه اللي موجوده في سوق العمل. اذا هذه هي لا زون ايديال اللي هي باللون الاصفر هي المكان المثالي للهدف ديال لو بروجي بروفيسيونيل ديالنا المشروع المهني ديالنا هو اننا نوصلوا لهذيك المرحله الصفراء. اذا كخلاصه باش نبداو كنبداو بالتقاء المعارف ديالنا مع سوق العمل، من بعد كنكملوا دي فورماسيون بتكوين باش نقدروا نوصلوا المرحلة الصفراء اللي غيلتقي فيها الأشياء اللي كنعرفو مع سوق العمل مع الرغبات ديالنا. كاين طريقة إذا غادي يكون السؤال هو مثلا أنا في المرحلة الخضراء كيفاش غادي نعرف شنو الأشياء اللي ممكن ندير كونكريتمون. إذا غنعطيكم أن إكزومبل هو سي أن إكزارسيس سامبل، غادي تشدو من ناحية تكتبو كاع لي كومبيتونس ديالكم كاع المعارف ديالكم. تعرفوا مثلا انا عندي ليسبري ديكيب، عندي لو سونس دو كومونيكاسيون، عندي لو سونس دو نيغوسياسيون اكسيتيرا. غتكتب كذلك المعارف ديالك، عندي هاد لا فورماسيون، عندي هادي 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 هادي، عندي لي كاليتي، عندي هادي هادي هادي. دونك غادي تكتب كاع لي بوين ديالك في ناحيه. في ناحيه اخرى غادي تشوف المهن اللي موجوده في السوق اللي هي عندها علاقه طبعا بلو بروفيل ديالك. اذا مثلا درتي لي كومبيتونس ديالك غتشوف مهنه مثلا ديال اسيستون ماركتين، غادي تشوف هاد المهنه شنو المتطلبات ديالها، غادي تشوف هذوك لافيش دو ميتي بعدا اولا واش مطلوبه في السوق، ومني الا كانت مطلوبه شنو المتطلبات ديالها، كيطلبوا هاد المزايا هادي، هاد المعارف هادي، هاد لا فورماسيون هادي، هاد المهارات هادي. وغادي نبدا نرتب هذوك المهارات ونقارن نشوف شنو مطلوب في السوق لهذيك المهنه وشنو عندي انا ككومبيتونس. يعني مثلا في هذا ليكزامبل اللي قدامنا
عندي la qualité personnelle 2 وهي عندي عندي la compétence 2 عندي la connaissance 1 connaissance 2 قالت لي مثلا la qualité personnelle 1 ما عنديش ولا compétence 1 ما عنديش دونك شنو نقدر ندير هاد جوج لي بوين نقدر ندير عليهم واحد الشغل باش ما يبقاوش نقاط ضعف بالنسبه ليا ندير عليهم يا اما تكوين او لا شغل ذاتي او لا تكوين ذاتي باش نقدر نتغلب عليهم ويوليو حتى هما عندي دونك يولي لو بروفيل ديالي مناسب تماما للاشياء اللي مطلوبه في السوق اذا كنديروا هاد العمليه هادي باش كنعرفوا شنو هي النقاط اللي ناقصانا ونقدروا نقادوها كنديروا لا ميزا نيفو ديالنا يعني كنشوفوا شنو من خلال هاد المقارنه هادي كنعرفوا شنو النقاط اللي ناقصانا باش نقدروا نوليو كنشكلوا لو كونديدا ايديال كنوليو نشكلوا هذاك المرشح المثالي بالنسبه للشركه باش حتى داك الشركه مناسب باش تدوز معاه لونتروتيان ولا غتشوف لو سيفي ديالك الا لقات فيك جميع المزايا والخاصيات اللي هي كتقلب عليها اذا ما غاديش تختارك انت ما غاديش تختار غير على هذا الشيء من الضروري اننا نقوموا بهذه المقاربه كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس ديال اليوم بقات لنا المرحله الاخيره في لو بيلون دي كومبيتونس اللي هي المشروع المهني اذا من خلال هذه المقارنه غادي نعرفوا كيفاش ممكن لنا اننا نرسموا المشروع المهني ديالنا باش ننجحوا في حياتنا وننجحوا في دراستنا وننجحوا في حياتنا المهنيه كنتمنى لكم يوم سعيد والى اللقاء في الحلقه المقبله باذن الله.